لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوه هنا، في بلوه. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رأفت. ايوه يا باشا. اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا عنك انت. ايوه عارف رجل الاعمال لما جيله فرصه لازم يثبت فيها يمسك فيها جامد ما يسيبهاش. ما يسيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام ايه؟ لطفي استنى يا لطفي يا رب. هي دي بقى الطاهره الشريفه استهانم؟ ها؟ لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لقيها بنت ال... لا ارجوك ما تقولهاشي بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعضه. ما تقولهاشي بليز يا لطفي ما تقولهاشي. ده هي تحت وهو فوق يا هانم. هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحومة يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رأفت أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه إنما أنت ليه يا رأفت ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قارين فاتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحة ولا بعد الفاتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله. أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب 80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه
يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد أسبوع من الشهر وبقيت الشهر ناكل عيش حاف، ده لو لقيناه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. يعني أبوه وأمه موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ أكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدولة هي اللي مش عايزة؟ أيوة يا باشا. مين بالظبط في الدولة اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعليا وليفني وكندريزا رئيس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني؟ فيه اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت. مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكوا. الله يخرب بيت الديمقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. هلا منورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضه كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكلية، أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز.
هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكم 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا في الاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟